بدي أسألك شو ما شعورك الآن؟ نعم. أنت مخرج من شعوري شفت ابني وأختي وأولادنا هم مبسوطة، بس البلد مو بلدنا. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Bilal Abdul Karim for On the Ground News, and we are with Abu Saria. أبو سارية مضبوط؟ نعم. أوكي. وهو جاء من زبداني. أولاً السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إخواني جميعاً، بارك الله فيكم. ما مشاعرك الآن؟ حقيقة أولاً شعور صعب على فراق الزبداني، لكن ما يواسينا هو انحيازنا إلى هؤلاء الإخوة في الشمال. يعني إن كنت تستطيع أن تقول شيئاً، أي شيئاً إلى العالم يشاهدونك، ماذا تقول؟ نعم، نحن في هذه البلاد ندافع عن أرضنا، ندافع عن حقنا. صحيح أننا خرجنا منها، لكن هذه الأرض لنا، لن ننساها، سنعود إليها قريباً.